مساك الله بالخير. اقول طال عمرك نبي غرفه وخلها بحري. الله يسلمك. البطاقه لو سمحت. معنا طال عمرك. تفضل. بطاقة الوالد لو سمحت. معك بطاقة؟ نعم. بطاقة أحوال معك؟ ها؟ حقيقة يا طويل العمر يعني قصة طويلة و ما معه بطاقة؟ والله لو بالحسا كان أعطيه والله بطاقتي بس بالظهران. الموضوع باختصار، أنا رجل مشغول. أنا عندي اجتماع اليوم الساعة 5 العصر وراجع على الرياض على طيارة الساعة 9، يعني أرجو أنك أنت تقدر وضعي يعني. والله مشكلة مشكلة. طيب ما تعرف تلفون أحد من أهله؟ الرجال اللي جابه قال لي في واحد من عياله مثلا حيكون في استقبالكم في المطار. نزلت المطار ما لقيت أحد، يعني أرميه في الشارع يا أخي ما يجوز. والله مشكلة. لا لا لا، إذا وصل الأمور لهذا الحد فحياك الله وحياه، مستعدين نسكنه بدون بطاقة، ولكن بشرط يبقى تحت اسمك. يعطيك العافية إن شاء الله. يلا سام. لا لا، أكلمهم. ايش بلاك يا الحبيب؟ لا يا شيخ، ايش صاير؟ ايش بلاك؟ ها؟ خلك هوا. ايش تبي يبا؟ هوا كوا الحين في الغرفة.